فيها مفاجآت هنتكلم فيها، بس خليني سريعا اروح لزميلتنا العزيزه سلا حامد، ولقاء مهم جدا مع الكابتن الجارب نجم طبعا الاتحاد الاسكندري السابق، ولقاء هنتكلم فيه او هتتكلم فيه سلا في بعض الامور المهمه. خلينا نشوف سلا هتقول ايه ونشوف اللقاء ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. برحب بيك طبعا زميلي امير، وطبعا بضيفك في الاستوديو الاستاذ محمود صبري، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وفي تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي اكون دلوقتي معاك يا زميلي امير من داخل نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه، ودلوقتي معايا يعني واحد من نجوم نادي الاتحاد السكندري الكابتن عبد الفتاح الجارم، طبعا نجم نادي الاتحاد السكندري السابق. برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا ومنورين قناه الاهلي وبيبو منور اسكندريه. في البدايه طبعا عايز اتكلم مع حضرتك عن مردود الزياره النهارده، يعني طبعا بعد ما كابتن محمود الخطيب استجاب لدعوه الاستاذ السيد محمد مسلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري لزياره نادي الاتحاد السكندري. احنا بنعتبرها زياره تاريخيه، لان العلاقه بيننا وبين الكابتن محمود الخطيب قبل ما يبقى رئيس نادي الاتحاد هو زميل ليا من حوالي نقوله 45 سنه بالظبط. فإن هو يجينا نادينا ويشرفنا نيابة طبعا كرئيس نادي الاتحاد النادي الأهلي، شرف لإسكندرية وشرف لنادي الاتحاد إن الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاتحاد الأهلي يجي يشرفنا هنا، ومحمود الخطيب بقى الكابتن النادي الأهلي واللعيب زميلي، فهو بحاجتين. كان منور النهارده ملحمة حب جميلة. العلاقات بين الاتحاد والأهلي، العلاقات الأندية الجماهيرية دي بتمتد من قبل الكابتن صالح سليم كمان. طول عمر نادي الاتحاد والأهلي إخوات والمصلحة واحدة وبيحبوا بعض والعلاقة طيبة جدا، وزي ما شفتيها كده الحب ده بتاع ربنا. فالبيبو اللي ربنا بيحبه بيحبب في الناس. انت شفتي حضرتك النهارده ملحمه الحب فعلا، الناس بتحبه. ربنا يبارك فيه ويديله الصحه ويطلع بالاهلي اكتر واكتر باذن الله. شفنا كابتن محمود الخطيب النهارده كان بيتكلم عن العلاقه الكبيره والعلاقه التاريخيه اللي ما بين حضرتك والكابتن محمود الخطيب، وكمان يعني كنتوا بتستعيدوا الذكريات مع بعض. تاريخ، يعني انا مواليد 53 وهو 54، وزاملنا بعض في من ايام ثانوي في المنتخب المدارس وبعدين منتخب مصر. العلاقه دي علاقه جميله، يعني الكوره اسره، احنا من الاسره، ما بالك بقى ده متربي معاكي. انا النهارده عندي 67 سنه، انا بقالي نقول 50 سنة أعرف كابتن محمود الخطيب. عشرة جميلة وذكريات جميلة وافتكرنا حاجات حلوة، وربنا يديله الصحة وهو منور اسكندرية. كنتوا قاعدين جوه يعني بتستعيدوا بقى الذكريات، كنتوا بتحكوا بقى عن الماتشات اللي لعبتوها مع بعض. اما طلعنا فوق طبعا هو طلبني ان انا اقعد معاه، ده فكرني بحاجات ذكريات بقول لحضرتك. واحنا عندنا 20 سنة، هو ما شاء الله ذاكرته حاضرة وحاجة ذكاء. الخطيب أحسن لعيب في جيلنا، جيل السبعينات. الكابتن محمود الخطيب يعتبر أحسن لعيب موهوب في جيلنا، ما بالك بقى الموهبة دي مع أخلاق مع رئيس نادي الأهلي، حاجة ربنا يزيده يا رب. ويعني أنا فرحان جدا النهاردة بزيارته، لأن فعلا يعني أنا ما شفتوش بقالي 5 6 سنين. فانا انا اكتر واحد سعاده النهارده في نادي الاتحاد ان انا شفت الكابتن محمود الخطيب ورجعنا ذكرياتنا الحلوه القديمه اللي عمرها ما تتنسى الحمد لله. كابتن عبد الفتاح، يمكن النهارده زياره كابتن محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري بيدل على العلاقه الطيبه والعلاقه القويه طبعا اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري، وبالذات ما بين الكابتن محمود الخطيب والسيد الاستاذ محمد مسلحي طبعا رئيس مجلس اداره النادي. توطيد، هي طول عمرها العلاقه بيننا وبين الاهلي من وانا بلعب وانا والجيل اللي قبلي، واسمع ان العلاقه بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي علاقه متينه جدا، بس هي زادت بقى بالحب. بوجود احنا بصراحه عندنا رئيس نادي محترم الاستاذ محمد مسلحي، وانا من خلال برنامجكم بشكره ان هو تخفى الكابتن هاني سرور حارس المرمى بتاعنا، جات له يعني هيعمل عمليه قلب مفتوح، فالراجل تكفل بالمصاريف، فانا ببعت له من خلال قناتكم شكر وبقول له متشكر يا استاذ محمد على كل المجهود. لكن هو مش جديد على نادي الاتحاد والاهلي، طول عمر بقول لك طول عمرنا احنا بنحب الاهلي، لكن المنافسه دي بيننا طبعا موجود، لكن الحب والاحترام موجود من قديم من الاربعينات. لكن طبعا بعلاقات بقى الاستاذ محمد وبيبو او الكابتن يعني كابتن محمود الخطيب اكيد بتزيد طبعا، ودي في صالح الكره المصريه والرياضه المصريه، عشان الدنيا بقت في السوشيال ميديا مش حلوه، نحب بعض احسن.
محدش هياخد رزق حد ومحدش هياخد مكان. اجتهد وخطط واشتغل زي النادي الاهلي كده هتبقى تالت عالم. مش بالكلام، الكلام ما يجيبش غير المشاكل والتاخير. انا بحيي من خلال حضرتك مجلس اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي على حاجه تشرف. انا بتشرف ان النادي الاهلي ده بيمثل مصر فعلا في افريقيا او في بطوله العالم للانديه. كابتن عبد الفتاح طبعا بشكر حضرتك جدا وانا اتشرفت ان اكون مع حضرتك. شكرا شكرا. زميلي امير، ده كان لقائنا طبعا مع واحد من نجوم نادي الاتحاد السكندري الكابتن عبد الفتاح الجارم، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا امير، طبعا تفضل.